بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا الهمنا رشدنا وبيض وجوهنا وانصرنا على اعدائك اعداء الدين يا رحمن يا رحيم. فان يخرج منها فان داخلون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. هنا فما عده روايات. تعال ناخذ الروايه هذه. قول فما زوج من الناس من الكنعانيين مروا بجهه بني صهيون اللي هما قاعدين في عناد ومع سيدنا الرسول سيدنا موسى عليه السلام. معناها هو يقول لهم ادخلوا وما يقولوا لا ندخل حتى يخرجوا منها. عاشرهم من الناس هذو مش مهمنيش انا في الاسماء. عاشرهم عرضوا عليهم اليهوديه لكن كيف خذاوها مع علم اللي كونوا اللي قلتوهم نبي. خذاو ما تحققوا منه على اللي يتابع دعوة النبي عليه السلام فآمنوا على أساس أن الدعوة دي هي ربانية واللي عنده مسكة من العقل مش يتبع الدعوة ديك خاطر هي المناجية. فدخلوا معهم وحضروا على النزاع والحوار اللي دار بين سيدنا موسى عليه السلام وقوموا الملاعين عليهم اللعنة عبر الأزمان والأمثلة. قالوا أنتم ما قلتوا هذه أمور صعبة اعزموا بس تبعوا أمر ربي اللي جاي على لسان نبيكم عليه السلام ونبينا احنا دخلنا هذه تو الرواية اللي احنا اخترنا. إن شاء الله ربي يوفقنا إلى ما فيه خيرنا. أمين يا ربنا يا كريم. ادخل عليهم الباب وهذه سر من أسر الحرب. كونوا شادين صحيح في حبلكم اللي يربطكم بربكم وادخل عليهم الباب كما قلنا بالتكبير ويقين اللي عن اليقين احنا نتمتعوا بيقين اللي احنا على حق. فإذا دخلتموه إذا كان دورتوا كما يقولوا البخار جهة عكسية إذا كان دخلتموه فأنتم الغالبون وقت لا فيكتور سورا أفو كوم كادو ديفا. نعاود الآية. قال رجلان من الذين يخافون أن أخافون الله أنعم الله عليهما بالحكمة ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا في كل أحوالكم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا كان بعدا كما تقول أنتم مؤمنين فلنصر لكم. ربي ما يأمرش نبيه عليه السلام باش يدخلوا الأرض المقدسة وقت اللي هي مش مكتوبة عند الله اللي ستفتح إن كنتم مؤمنين. أو قال إن كنتم مؤمنين فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أنتم كذلك تدعون الإسلام توكلوا على رب الإسلام فتكونوا من الغالبين لأنفسكم من كل الشياطين شرقا وغربا. نسأل الله السلامة.